يقولون هؤلاء فرق جزء من السلفيين، السلفية المدخلية. ما هي السلفية المدخلية؟ هل يستطيعون لها تعريفا؟ هل يستطيع أحدهم أن يجعل لها حدا تنضبط به؟ إن قصدوا أنهم على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان، فلا شك أنهم كذلك، سموهم ما سموا ولا يضرهم إن شاء الله. فيقولون السلفية صارت جماعات. كيف تكون سلفية وتكون جماعات؟ هذا جمع بين النقيضين. لو كانت سلفية ما كانت جماعات. السلفية شيء واحد، وكل ما عدا أهل الحق فيها فهم من أهل البدعة، قطبيون، متأخونون، تكفيريون، كل ما شئت. ولكن أهل السنة ممن ينسب إلى السلف لا يكونون إلا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولكن شأن أهل البدعة في كل زمان هو هذا، كما قال علماء ومنهم أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف، أن من شأن أهل البدعة أنهم يلمزون أهل السنة، وأهل السنة ينالهم من ذلك قسط مما نال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الكفار نعتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، ونعتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالافتراء، ونعتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ساحر وأنه شاعر إلى غير ما قالوا من ذلك، وهو من كل ذلك بريء صلى الله وسلم وبارك عليه. مع الفارق في القياس، أهل البدعة في كل عصر يلمزون أهل السنة، يقولون هؤلاء كما قالوا في القديم، هؤلاء حشوية، هؤلاء جبرية، هؤلاء تيوس، هؤلاء لا يفهمون ما يحملون من العلم، إلى غير ذلك مما قالوا في حق أهل السنة. وأهل السنة من ذلك براء، لأن من علامات السني الصحيح أن ينعته المرجئ بأنه خارجي، وأن يدعته الخارجي بأنه مرجئ. السلفي الحق الذي هو على الجادة يرميه المرجئ بأنه خارجي، ويرميه الخارجي بأنه مرجئي، وما هو إلا على السنة وعلى الجادة. فكما قالوا لأسلافنا المتقدمين من أهل السنة، حشوية، جبرية، تيوس، نواصب، إلى غير ذلك من تلك الألقاب التي تنابزوا بها، كذلك يقولون في هذا العصر جامية، مدخلية، وأضافوا إليها رسلانية، كما كتب ذلك الصحفي في صحيفته.